يتعلق هذا الفيلم بالتخطيط للمواقع في حالات الطوارئ. حتى في حالة الطوارئ لا أحد يريد أن يعيش في مخيم. في حال ما توفر الاختيار فإن كل شخص سيفضل العيش مع أسرة مضيفة في مسكن مستأجر أو ببساطة العودة وإعادة بناء منازلهم. كحل أخير قد يضطرون للعيش في مخيم، ومع ذلك يجب أن تكون المخيمات مخططا لها بشكل جيد لضمان الصحة والأمن والخصوصية والكرامة. يجب أن يتم تعيين مخطط مواقع ذو خبرة في أقرب وقت ممكن، كما ينبغي تشكيل فريق لاختيار الموقع. ينبغي أن يتألف ذلك من مختلف قطاعات المساعدة والسلطات ذات الصلة، فضلاً عن أعضاء من المجتمعات المضيفة والنازحة. ستكون المهمة الأولى للمخطط تقدير عدد الأشخاص الذين سيتم إيواؤهم والتحقق من أن الجزء المستخدم من الموقع المحتمل كبير بما فيه الكفاية. كل عضو في الفريق سيجلب رؤى مفيدة. في بعض الأحيان يتم بناء المخيمات على موقع جديد، ولكن في أغلب الأحيان يقتضي العمل تحويل مستوطنة عشوائية. بمجرد اختيار الموقع فإن خلق بيئة تتوفر على الحماية سوف يقتضي وجود عناصر رئيسية: الحماية من الفيضانات والحرائق وغيرها من المخاوف المتعلقة بالسلامة، ضمان الوصول الكافي والآمن إلى المياه والصرف الصحي والنظافة للجميع ليلاً ونهاراً، والأهم من ذلك تجنب الازدحام ليس فقط على مستوى كامل المخيم ولكن أيضاً في الأجزاء المشغولة داخل المخيم. من الضروري أيضاً ضمان مساحة كافية لكل أسرة. في المناطق المزدحمة يشعر الناس بالتوتر وعدم الأمان. النساء والفتيات بشكل خاص معرضات للعنف، بما في ذلك أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي. يمكن للخوف من العنف أن يمنع النساء والفتيات من الحصول على الخدمات ويؤدي إلى إقصائهن. تأكدوا من أن أعضاء فريقكم يعرفون ما يجب القيام به إذا صادفوا أي شخص تعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وبأنهم على دراية بالخدمات التي يمكن أن يحالوا إليها. يجب أن يكون فريقكم على دراية بالقواعد السلوكية لوكالاتهم. الاستغلال الجنسي أو الانتهاك الجنسي ممنوعين منعاً باتاً. تتطور المخيمات باستمرار وهي تتطلب إدارة وصيانة دقيقة. تذكروا، المخيمات هي الحل الأخير. إذا كان يجب عليكم أن تبنوا مخيماً، فقوموا باستخدام فريق من الخبراء، بما في ذلك ممثلين عن المجتمع. تجنبوا الازدحام للتأكد من أن الجميع يمكنه الوصول إلى الخدمات بأمان. من شأن المخيم المخطط له بطريقة جيدة أن يوفر بيئة تضمن الحماية بشكل يقلل من مخاطر العنف، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي.